الرياض على موعد مع نهائي جديد، نهائي من الأقوى، مو بس على مستوى الوطن العربي أو أفريقيا، يمكن على مستوى العالم كله حتى. الديربي المصري، ديربي القاهرة، الأهلي والزمالك، نهائي كأس مصر بملعب الأول بارك. التذاكر نفذت بوقت قياسي وأعلى التحضيرات العالمية على أعلى مستوى. كيف تتوقع هذه القمة؟ هي قمة كويسة صراحة، قمة كبيرة، بس أنا شفت أشياء كانت مو براضيتني صراحة من الجمهور المصري نفسه. يعني في بعض من الجمهور المصري من يعني عشاق الفريقين وعشاق ذا يقول ليش في السعودية؟ ليش في السعودية؟ ليش أنا هذا أجيب؟ طب أنا عندي ملاعب، عندي ناقلين، عندي كل شيء، ليش أنا أودي السعودية؟ يا أخي أنت مفروض تستانس، بالضبط، أنت مفروض تفتخر إن أنت عندك فريقين، الدوري حقك مهم جدا. إيه معناته إن أنت عندك شيء الناس تبي تشوفه، الناس تدفع المبالغ لك عشان تجي يلعب في دولة أخرى. هذا فخر لنا يوم يكون عندنا فريقين من أكبر الأفريقية في تاريخ العرب وفي أفريقيا كامل. بعدين ما راح بعيد، يعني إحنا أشقاء، إحنا برضو أخوان، يعني شيء كبير. يعني أنت متخيل أنت عندك أكبر نادي في العالم من ناحية البطولات بيلعب معنا في الرياض من ضمن موسم الرياض، هذا شيء يفتخر بك. وهذه عالمية موجودة أنه مباريات مهمة تلعب في دول أخرى، أنت هتلعب مش أول مرة تصير. يعني أنت هتلعب في ملعب لعبه فيه ريال مدريد وبرشلونة، يعني أنت بتتقارن فيهم. إحنا جبناك عشان تكون من ضمن أحداث رياضية كبيرة، ليش تكون زعلان يجي عندنا؟ بالعكس، أنت حتستفيد ماديا، ناديك حيستفيد، أنت حتستفيد بجودة أفضل وأفضل، لأن عندنا بيكون شيء أفضل وأفضل بكثير.